معانا وبينضم لنا على التليفون دكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الأفريقي. برحب بحضرتك معانا دكتورة أماني، مساء الخير يا فندم. اهلا مساء النور يا استاذه لبنى، اهلا وسهلا ويعني بحضرتك. حظي جميل لانه تذكرت ان من سنه بالضبط يوم 13 فبراير كان لينا لقاء في التلفزيون، فيعني واضح انه هو لقاء سنوي. الحمد لله، دايما بتشرفينا دكتورة أماني وسعداء بوجود حضرتك، وسعدنا بوجودك النهاردة في الحدث الهام ده وكلمة حضرتك كمان أثناء المؤتمر. فكلميني من وجهة نظرك عن الفعالية دي وعن هذا التجمع والحضور والكلمات اللي سمعناها النهاردة. طبعا هو المؤتمر اللي هو والمؤتمر المعرض الخاص بالبترول اللي بيعقد في مصر هو حدث ضخم جدا، مش بس في مصر ولكن للقاره وللاقليم، وياتي هذا العام يعني بتحدي، لانه طبعا ده اول لقاء بعد سنتين من انقطاع نتيجه الجائحه، وياتي ايضا في ظل ظروف دوليه بتضع يعني مشروطيات او مستجدات بالنسبه لموضوع الطاقه، وبالذات في الدول الناميه وبالذات هنا في القاره الافريقيه. وياتي ايضا في عام تستضيف مصر نيابه عن القاره الافريقيه المؤتمر متعدد الاطراف الخاص بالمناخ كوب 27. اذا المؤتمر في حد ذاته والمعرض قيم جدا، عدد كبير من الشركات او اكبر الشركات العالميه موجوده، عدد ضخم جدا، عدد كبير ايضا من الوزراء، طبعا تشريف فخامه الرئيس والكلمه القيمه له تعليقه الرائع الحقيقه على الجلسه، كلها امور تخلي يعني تزيد من مكانه هذا المؤتمر الكبير. وبحيي معالي الوزير طارق المول على هذا الحدث الكبير. أشرتي لمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة أثناء المؤتمر وحديثه، يعني خليني أقول برضو إيه اللي حضرتك توقفتي أمامه في مقاله السيد الرئيس، خاصة الجزئية المتعلقة بالقارة الإفريقية. يمكن في كلام حضرتك برضو النهاردة أشرتي للسوق الإفريقية إنها تعتبر الأكبر والأضخم حجما، فشفتي إزاي حضرتك دكتورة أماني الرئيس لما اتكلم على القارة وعن أعبائها وهمومها ومسألة الطاقة ومسؤولية كمان الدول المتقدمة في الملف ده؟ الحقيقه حديث فخامه الرئيس اليوم ليس بجديد، لا ننسى ان فخامه الرئيس كان ايضا رئيس الاتحاد الافريقي، وكان له دور كبير جدا جدا في الدفع بعدد كبير من القضايا التنميه وبالذات برامج البنيه التحتيه في القاره، ويعني ودعا الشركاء وعقدنا اكثر من قمه تحت الرئاسه المصريه مع عدد كبير من الشركاء لدعم القضايا الافريقيه والمشروعات الافريقيه، وده دور المصري الحقيقه اللي ليس جديدا على مصر، فإنما الجديد هي الدفعه الكبيره الضخمه اللي بيوليها فخامه رئيس القضايا الافريقيه، وان تكون اول جلسه في هذا المؤتمر هي جلسه تخصص لافريقيا، وان بحضور فخامه رئيس فهي ايضا دلاله على الاهميه التي توليها مصر ويوليها شخصيا فخامه الرئيس للقضايا الافريقيه. وحديثه اليوم والرسائل اللي بعتها لدول العالم واللي بعتها للشركات الكبيره الموجوده هي كلها يعني تحدث بصوت افريقيا اليوم كما عهدناه في كافه المحال. طيب التصور الخاص ان احنا نفتح اسواق جديده في القاره الافريقيه، جذب المزيد من الاستثمارات سواء المصريه او الاجنبيه، شايفه ازاي ده يقدر ان هو يتحقق على الارض ومردوده كمان دكتوره امان؟ انا في كلماتي اشرت الى الفجوات في الطاقه سواء كانت الكهرباء او الفجوات في الطاقه الخاصه بالاستخدامات المنزليه او الطاقه اللازمه للصناعه. هو هناك يعني الوجه الاخر من العمله لما بيبقى فيه فجوه معناها ان هناك فرصه للاستثمار، وكلامنا كله وحديثنا كله مع دول العالم احنا عمرنا ما اتكلمنا على مساعدات، اتكلمنا دايما على الاستثمارات الاستفاده المتبادله.
نعم الاستفادة المتبادلة، تكون مصالح متبادلة بالضبط. وبعدين القارة نمو سكاني بيعلى، نسب التعليم بتعلى، لما هيكون هناك ايضا اللي هي لما اشار اليه مقام الرئيس قدرة شرائية اعلى، معناها انه سوق هيبقى فيه الاستهلاك اكثر، يبقى معناها ايضا فرصة للاسواق العالمية انها تستثمر في السوق الافريقي. احنا عندنا احداث مهمة جدا تمت في افريقيا في السنوات الاخيرة، مع طبعا منطقة التجارة الحرة دخل حيز التركيز من العام الماضي. طبعا كانت بالفعل دي كانت رؤية مصرية اثناء، ولكن طبعا دلوقتي دفعة جديدة لتفعيلها، يلزم لتفعيلها ايضا بنية تحتية قارية عشان نقل البضائع ونقل الخدمات من دولة الى اخرى ومن اقليم لاخر، وبالتالي المشروعات البنية التحتية القارية والإقليمية ادينا لها دفعة أيضا تحت الرئاسة المصرية، لأن مصر كانت رئيسة اللجنة الوزارية المعنية بالبنية التحتية. الدفعة الرقمية عشان برضو التحول الرقمي في القارة، وأيضا كانت اللجنة الوزارية المعنية بالتحول الرقمي كانت تحت رئاسة مصرية وسلمتها في أكتوبر الماضي. دفعنا أيضا بالاستراتيجية التحول الرقمي في كل القارة، برامج ضخمة ومشروعات كبيرة للربط الرقمي ما بين الأقاليم القارة وبعضها وبين وعبر القارة، يعني عابرة للقارة وبين الأقاليم الإفريقية كلها. يعني الحقيقة دفعة كبيرة جدا أعطتها مصر من على أكثر من محور، وتستمر للبرامج والمشروعات الكبرى اللي من شأنها تحدث نقلة كبيرة وقفزة، مش نقلة، قفزة ضخمة جدا في التنمية في القارة الإفريقية. طيب لما نتكلم بقى على مصر والحديث على البنية التحتية، الرئيس النهاردة اتكلم على مشروعات بنية تحتية اتكلفت 400 مليار دولار، اتكلم على حياة كريمة و40 مليون دولار، وبرضو النهاردة مثلا الحديث عن الانجازات او العائد بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز وتحول مصر لمركز اقليمي للطاقة، انه مثلا عندنا 13 مليون وحدة سكنية دلوقتي شغلت بالغاز الطبيعي، 420 الف سيارة برضو بتشتغل بالغاز الطبيعي، اتكلم على 13 مليار دولار ارتفاع في صادرات المواد البترولية. الأرقام دي حضرتك شايفاها ازاي يا دكتور؟ والله أنا شايفة الحقيقة شغل جبار، وهي مش بس الأرقام، أنا شايفة الإنجاز. طب احنا الإنجاز ما بيبقاش الرقم بس، نوعية حتى الاستثمار، بستثمر فلوس دي في ايه؟ ايوه وبستثمر الفلوس في بنية تحتية. البنية التحتية فندم هي مشروعات بتقعد معانا 30 و40 و50 و100 سنة، فأنا بستثمر في المستقبل. فكون ان الاستثمار في مصر، يعني التمويل بيروح لأوجه استثمار في المستقبل، في يسعى يعني سيدنا جميعا مش بس كمصريين وكافارقه، ان احنا نجد دوله زي مصر في سنوات قليله، في يعني نتكلم على ست سبع سنين، ان تحصل المشروعات العملاقه اللي انا وكلنا شايفينها. انا اتكلمت وتوقفت، ولازم نتوقف كثيرا عند مشروع حياه كريمه، لان مشروع حياه كريمه احنا بنتكلم على اكثر من نص مصر، اكثر من نص مصر. ومش الكلام العادي ان هو هوصل هنا هنعمل طرق، هعمل ميه. طب ما لا، احد المرات تقول لا، غاز طبيعي الاولويه للريف، الربط الرقمي الاولويه للريف، ده كلام بقى، هو ده الكلام اللي عايزين نسمعه، ومش بس نسمعه، بيتحقق بالفعل. ان انا بقى دي القفزات للمستقبل بقى، ان انا ابقى باصه لقدامي، ايه اللي ايه اللي ايه اللي بيحصل. وانا قلت كده ثلاث اشياء، ثلاث قطاعات من شانها تحدث نقله او قفزه كبيره في القاره الافريقيه، هو الاهتمام بالريف وتحديدا المياه النظيفه والصرف الصحي، اثنين الطاقه، ثلاثه الربط الرقمي. دي امور الثلاثه تحدث يعني قفزه ضخمه جدا جدا في القاره، وبنشوفها دلوقتي بتحقق قدام عينينا.
على ذكر الطاقة، وإحنا على موعد طبعا مع مؤتمر تغير المناخ، ومصر إذا كنا بنتكلم على اكتشافات بترولية وما إلى آخره، لكن برضو إحنا ما بنعتمدش بس على الطاقة التقليدية، لكن كمان في مشروعاتنا والشغل اللي بنعمله الطاقة الجديدة والمتجددة. ويمكن كمان الرئيس هنرجع لإفريقيا قال لسه شوية أو بدري على إن إحنا يعني نحمل القارة الإفريقية مسألة إنها تبتدي بالطاقة الجديدة والمتجددة في الوقت الحالي. الملف الطاقة المتجددة يا دكتورة أماني، أولا مصر وشغلها فيه، ثانيا رؤيتها لمساعدة القارة الإفريقية في الملف ده. أنا بس عايزة أقول نقطة، اتفضل. في يعني بيتم التغاضي عنها، وبيتم التغاضي عنها للأسف من الدول المتقدمة أيضا. القارة الإفريقية تستخدم الطاقة المتجددة بشكل قوي جدا، فيعني مش إن إحنا متخاذلين في موضوع استيعاب الطاقة المتجددة، ولكن الاحتياجات الضخمة جدا اللي موجودة في القارة معناها ان انا لازم استخدم كل المتاح، ما اقدرش اقول اخد ده وما اخدش ده. يعني ليست لدينا، وهقول كلمة صعبة، ليست لدينا رفاهية الاختيار ما بين، فلابد ان احنا نستخدم كل المتاح كل المتاح. وهقول لحضرتك على حاجه، احتياجات القاره الافريقيه من هنا ل 2030 بالوتيره اللي احنا شغالين بيها هننفذ تقريبا 600 جيجا. الاحتياج الفعلي هو 1.7 تيرا، يعني يلزمنا نعمل 4 أضعاف اللي بنعمله دلوقتي في القاره عشان بس نلبي الاحتياجات ل 2030. فاحنا ليس لدينا رفاهيه الاختيار، واحنا عندنا مشروعات ضخمه ويعني رائعه في مجال الطاقه. اي بس هل تقدر الدول الافريقيه تتحمل اعباء ده وانها تتوسع في المشاريع؟ ما تقدرش تتحمل ان انا اقول ايه، زود، ما تستخدموش الغاز، لا ما تستخدموش البترول، ده كلام طبعا لا يصح. احنا هنستخدم بنسميه الميكس، يعني هو في الـ في الـ في, الـ في الطاقه عندنا حاجه اسمها خليط الطاقه، ان انا بزود نسبه المتجدد في هذا الخليط. مصر عملت طبعا نقله نوعيه في مجال الطاقه، والنسب اللي احنا بنشوفها ان احنا وصلنا ل 40% بالطاقه المتجدده، ده كلام يعني مستويات رائعه جدا، واكثر من مصدر. الغاز على فكره، هو الغاز يعني اقل محتوى كربوني موجود في الغاز الطبيعي، فهو احنا بنعتبره تقريبا شبه يعني طاقه نظيفه، لان هو انظف المحروقات، وهو غاز يعني الغاز هو بيبقى بمثابه ال يعني بيسرع عمليه التحول للطاقه النظيفه، هو الترانزينت يعني اللي هو بيستخدمه واحنا بنتحول للطاقه النظيفه، فهو ليس امتناعا من القاره، ولكن الاحتياج ضخم، وما ينفعش ان احنا نفضل نصدر خام دون تحويل. مثلا يعني 70% من البترول الافريقي بيتم تصديره في صورته خام، حتى ما بيبقاش في صناعات تحويليه محليه. مصر رائده بقى في هذا المجال. يبقى برضو انا قلت الحقيقه برضو، ما هو ده قدر كبير برضو، قدر انه برضو لازم يدعم عملية التحول، يعني يبقى فيه قيمة مضافة أكثر داخل البلد، تعمل فيها فرص عمل، فيها تولد دخل بس إن هو أنا بصدر خام. أيوه هو الموضوعات أصلها كبيرة ومتشعبة، يمكن أنا متحمسة، ف كمان الوقت يعني. بس قولي لي يا دكتوره، اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده والجلسات وبعد ما يعني يخلص المؤتمر والتجمع، ازاي هيكون في اجنده عمل او الافكار والرؤى اللي تم اقتراحها، ويمكن حتى اللي اتكلم عنه الرئيس انه يعني عايزين نشتغل عليه وما نستناش لغايه المؤتمر المناخ في نوفمبر؟ لا 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 لا، اولا انا عايزه اقول حاجه، احنا ما بنشتغلش بالمؤتمرات، معلش دي لازم نقولها. الأجندة الأفريقية اللي هي الاستراتيجية الأفريقية للتنمية، أجندة 2063، فيها نصا كده إنه العمل بشكل أرجنت، بشكل عاجل لتصدي لموضوع التغيرات المناخية. يعني إحنا عندنا تكليف كلنا كقارة بناء على تكليفات من قيادات القارة اللي هي الرؤساء والدول والحكومات بالعمل بشكل، فإحنا ثاني إحنا قارة مسؤولة، مش تلقى توجيهات، لا لا، يعني القاره
هي دي الاجنده الافريقيه فعلا والاستراتيجيه الافريقيه، وبرامجنا بقالها في اخر 10 سنوات كلها بتركز على موضوع التصدي للتغيرات المناخيه، الاسهام بان يبقى حالات مشروعات نظيفه، وبرنامج البنيه التحتيه اللي انا اشرت. عارفه يا دكتوره، انا مش قصدي على مفاوضات الاتحاد الافريقي وشغلها، انا متفهمه انه في اجنده عمل وهنفضل شغالين، لانه ده هم كبير للقاره الافريقيه ولازم يعرض على الدول. ده الواقع اللي احنا بنشتغل من خلاله بالظبط، وكل مشروعاتنا فيها الشق اللي هو الخاص بالكلايمت اللي هو التحمل او التعامل مع التغيرات المناخيه. لا انا كنت بتكلم بقى على الجزئيه، عارفه يا دكتور امين، بتكلم على الجزئيه بقى التواصل مع اللي كانوا موجودين النهارده وكانوا حاضرين، شركات منظمات اجنبيه معنيه بالملف ده، نفضل ننسق نبقى في رؤيه مشتركه او تصور يتعرض على المؤتمر بعد كده. طبعا هو احنا الرؤيه المشتركه دي بنعملها بالفعل من خلال فريق المفاوضين المفاوضين الافريقي، عندنا مجموعه للتفاوض مجموعه افريقيه. وفي القمه الافريقيه الاخيره الاسبوع اللي فات تم انتخاب رئاسه جديده للمجموعه الافريقيه. رئاسه جديده للمجموعه الافريقيه للامم المتحده، سواء على مستوى الدول رؤساء الدول او مستوى الوزراء. الملفات في توحيد الصوت، ان يبقى لينا يونيفايد فويس زي ما بيقولوا، الصوت يبقى واحد وموحد. تمام. الشركات مهمه جدا انها تكون موجوده، لان القطاع الخاص بنتكلم على شركات عملاقه ليها ايضا كلمتها، ولابد تسمع مننا ايه رؤانا وايه توجهاتنا. نعم. فكل ده بيعزز من موقف المفاوض الافريقي في الجولات القادمة، وعندنا جولات كثيرة قادمة، أهمها أنا بكلم حضرتك وأنا أتوجه لبروكسل للقمة الأوروبية الأفريقية، والطاقة هي أيضا أحد المحاور والموضوعات الهامة اللي هيتم الكلام بشأنها، فهو عمل متصل وهيتواصل للـ27 وأيضا العام اللي بعده هيبقى في الإمارات 28، واليوم كان لي حظ تبحثت كثيرا مع ايضا الوزير الاماراتي، لانه نعزز ونعزز وندعم موقف افريقيا في كل هذه المفاوضات. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتينا دكتوره اماني ابو زيد مفوضه البنيه التحتيه والطاقه والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمفوضيه الاتحاد الافريقي، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور.